ابو عامر فضحكم ووسخ سمعتكم. لك خلاص ولك حامد خلاص بقى. اسمع حامد اسمع، ما حدا بيطلع له يخبر على زلمتي وانا بصخر. لا اسمح لي هالمره وسخ سمعتكم وجابها بالاراضي وبين الصغاري كمان. لك خلاص ولا خلاص احسن ما شلك عيونك. ركو قول حامد هو شو قال كمان هذا الواطي؟ هات لنشوف. كمل. شو بده يكمل عقيد؟ شو بده يكمل؟ ركو يكمل لنشوف شو عمل كمان. كمل عمي حامد كمل شو عمل هذا الواطي؟ جاب معدل عقيد. لك انا ما حدا بيعلم على صوت مرتي ولا؟ لا تواخذني هالمره بس بدي اقول لك انه حرمتك اخته لاب محمود انزلت قدام كل الناس. لك عم بتجيب سيره حرمتي كمان؟ مو انا اللي جبت سيره حرمتك عقيد. بعدين روح خذ تارك من ابو عامر اللي من وراه صارت حرمتك بسجن القلعه. لك انت شو عم تقول؟ مثل ما سمعت معلم سخر، حرمتكم متهم ابو عامر انه قتل مرته بليله عرسها. ومو بس هيك. وشو كمان؟ احكي! والله يا عقيد انا زلمه مربى وما بيطلع معي هذا الحكي، بس الله يهز بدنه، الله يهز بدنه لابن الحرام اللي بيجبي اعراض الناس وبيحكي عليها وبيفضح اسراره. حامد قول شو ساوى ابو عامر احسن ما حملك كرشتك بين ايديك. ابو عامر كشف انه استغفر الله العظيم والله ما عم تطلع معي عقيد. لا انا هل بحسب اقول؟ حاضر تكرم عينك معلم. ابو عامر كشف انه حضرتك داخل على خطيبتك. شو عم تقول؟ مو بس هيك، اشتكى للكركون وبعتها هي على الطبابة الشرعية، طلع الحكي مزبوط. صخر هذا الكلام اللي عم بيقوله حامد مزبوط؟ اه لك احكي مزبوط ولا لا؟ يا بي الهام حرمتي وانا ما عملت شيء يغضب رب العالمين. طي عليك يا واطي طي عليك. نحن بنساوي هيك قبل العرس يا واطي؟ هادي اللي صار يا أبي، هادي اللي صار. يا الله لا يعطيك العافية على العبلة، بذلنا قدام الخلايا كلها. بالعكس، بالعكس الله يسامحك يا عقيد، الحق مو على صخر، الحق على اللي بيفضح أعراض الناس، يعني وقت ما ثبتت القصة بالطبابة الشرعية إنه صحيحة، اتهموا حرمتك إنه قتلت مرته لأبو عامر، لأنه هديك بتعرف تلسه. لا، لا، كملت معك كثير يا أبو صخر، قال شو؟ مرت ابنا؟ خريج تحبوس وقتلت قتلة يا فرحتي. انت شو عم تقول يا بي؟ هذا الحكي ما له مزبوط منه مستحيل. كل اهل الحارة عم بيقولوا هيك نفس الحكي انه حرمتك بريئة واللي صار بينك وبينها ما له علاقة بقتل بنتها بسنين. واهل الحارة عرفوا كمان؟ ايه عرفوا. كملت معك يا ابصخ كملت معك. ما بلش لا تي ولا ازعر ولا مربى ولا صغير ولا كبير الا ودرب اللي صار بين صخر وخطيبته. لما دري ابو محمود طاش حجره ويمكن يبكي شو كمل؟ والله يمكن هيك عم جمعوا حالهم بدهم فوتوا لعنكم هيك فوتي على الحارة يدقوكم بدن كرمال عرض ابو محمود مال وخ. ولك ما فشروا لك بعيد عن سنانهم هي. مو بس هيك على راسهم ابو عامر. انا يلي بدي رد له اياها لابو عامر وعلمه شلون يحكي على اعراض الناس. صخر لازم تطلعها هلا دخلي على الحارة. هلا مو وقتها يا بي انا بعرف شغلي معه لهالواطي. ديب اجمع لي رجال الحارة كلها والحقني. بأمرك عقيد. لك الحارة شو مستني؟ بأمرك عقيد. حميد هي كبيرة عندي كتير كتير بلك وحدة. أنا خدام ببو عينك روح ربي هز بدنك اللي هز بدنك. آخر زمن الناس ما عتصفى فيها غير سابك الحارة. الله معك. يا باطل يا ابو صخر يا باطل على اللي عم يصير فيك غدار يا زلمه.